أجدد الترحيب بحضراتكم مرة تانية، ولسه مكملين معاكم في جمهور التالتة. والحقيقة في الفاصل أنا في منتهى السعادة وأنا بتابع ردود الأفعال لجمهور مصر كله، هو على تويتر بيكتب للاعبتنا على الهاشتاج اللي دلوقتي بقى موجود وبقى رقم واحد على تويتر مصر، كلنا ورا جمهور مصر. وهو ده حقيقة جمهور مصر الكبير جدا جدا اللي قادر إن هو يوصل رسالة دعم إيجابية لكل نجومنا. فأنا سعيد بده جدا، وإحنا مستمرين معاكم خلال الحلقة وهاخد من ردود أفعال حضراتكم. إنما جه دلوقتي معادنا مع فقرة معلوماتي، فخلوني أرحب بنجومنا اللي مشرفنا ومنورنا الأستاذة ريهام حمدي. أستاذة ريهام أهلا وسهلا بيكي، مساء الفل. مساء الورد يا إبراهيم، أخبارك إيه؟ الحمد لله كله تمام. كله تمام. والأستاذ أحمد عبد الباسط أهلا وسهلا بيك يا أستاذ أحمد. مساء الفل، ربنا يكرمك. أخبارك إيه؟ كله زي الفل. كله تمام. معلوماتي أستاذة ريهام اتفضلي. الحدث الأهم في الساعات الأخيرة خاصة بعد المباراة بتاعة النادي الأهلي كان موسيماني والمؤتمر الصحفي وتصريحاته طبعا عن تجديد العقد بتاعه اللي أخذ وقت طويل مع النادي الأهلي. هنتكلم شوية عن تفاصيل في القصة دي يا إبراهيم مع بعض، بس هناخدها من شقين. اتفضلي. الشق الأول من ناحية النادي الأهلي. النادي الأهلي مبدئيا هو أخذ خطوات ناحية موسيماني الفترة اللي فاتت علشان يطمنه إن هو مش هيمشيه وإن إحنا عايزينك، تحديدا كان قبل الانتخابات بوقت، وان هو زود الشرط الجزائي اللي كان في عقد موسيماني في الوقت اللي كان كلام طلع كتير جدا ان موسيماني هيمشي والاهلي هيمشيه، والمدير الفني كان راح يتكلم مع اداره الاهلي في الوقت ده. فالنادي الاهلي قام بزياده الشرط الجزائي من 3 شهور ل6 شهور علشان يطمن في الوقت ده. تاني حاجه، انت عارف الاهلي بيمشي ازاي في المفاوضات، يعني انت شفت مع علي معلول مشي ازاي، مع سولية الموضوع اخذ شهور يعني، فهم بيتعاملوا ان الموضوع براحتنا، يعني احنا لسه معانا لحد اخر الموسم نقدر نتفاوض، انت تقول طلباتك. خاصه انه الاهلي ينزل له على الويب سايت بتاعه قبل كده دعم كبير وقال لك بالظبط وطمنك معنا. يعني هو خد ستيب قبل كده ان هو يطمنك فيها ان انت معانا، وانا زودت لك الشرط الجزائي مش همشيك ولا هيحصل اي حاجه من اللي حصل ده. هنروح للناحيه الثانيه بقى، الناحيه بتاعه موسيماني. في حاجة حصلت خلال الفترة اللي فاتت وقت ما كابتن محمود الخطيب كان موجود في الإمارات، موسيماني عمل جلسة مع ياسين منصور رئيس شركة الأهلي، قعد وكان معاه عضو مجلس إدارة من النادي الأهلي وكابتن سيد عبد الحفيظ في حضور الجلسة دي، اتكلم معاه. كان معاه كابتن حسام غالي. بالظبط تمام، واتكلم معاه على التجديد بتاع العقد بتاعه والطلبات المادية بتاعته والحاجات دي. وبعد الجلسة دي برضو ما حصلش فيها أي جديد، كان في شوية استياء من الجلسة اللي حصلت مع ياسين منصور بسبب التجديد العقد ده، بس يعني ايه عدت، يعني عدت برضو مع الوقت. يعني الطلبات المادية بقى للمدير الفني واللي هي 200,000 دولار تقريبا كراتب دي، شوية بتروح وبتيجي المفاوضات مع جانب رفض شوية في موضوع العمولة لوكيلة أعمال المدير الفني اللي هي زوجته، لأن هي ما هي طبيعي إن هي أي وكيل بيبقى جايب صفقة بيبقى ليه الكوميشن بتاعه، ففي رفض شوية من الأهلي على الكوميشن اللي هي هتاخده مراته كبير شوية. ما هو طبيعي، أنت بتتكلم في 200,000 مرتب، نسبة برضو بتاعت الوكيل أكيد هتبقى عالية زي الرقم اللي هو المدير الفني طالبه يعني. فعلشان كده يعني الحاجات كلها داخلة في بعض، هو متضايق وعايز يطمن إن أنا عايز أكمل، ومراته طبعا بتتفاوض شوية، هي أسلوبها برضو في التفاوض ممكن أحيانا بيسبب مشاكل لأن هي بتضغط كتير، بتعمل تليفونات كتير، بتتكلم كتير. تمام، فدي تقريبا كده مجمل القصة كلها، واحد عايز يطمن والتاني النادي الأهلي ما عندوش مشكلة، إحنا كده كده هنجدد لك بس إحنا براحتنا وبنتكلم وطمناك. فدي مجمل الأزمة كلها يعني بالتفاصيل بتاعتها. صحيح. أستاذ أحمد اتفضل. اتحاد الكورة عنده مشكلة في موضوع الفلوس، لو تفتكر من فترة قلت لك الخزنة إيه؟ على الأبيض فاضية. فهم عندهم بعض الإشكاليات، أهم هذه الإشكاليات أكرم توفيق. هم مطلوب منهم 20,000 يورو علشان يعالجوا أكرم توفيق. صحيح، الإصابة بتبقى على حساب المنتخب اتحاد الكورة، فالمفروض يحاول الفلوس للأهلي علشان أكرم يسافر يتعالج. هيتعالج في ألمانيا غالبا يا رهام. فالمفروض يبعت الفلوس دي خلال أيام، اتحاد الكورة ما عندوش فلوس. فالناس بقى اللي يعني هيحاولوا يجيبوا فلوس مستعجله منين؟ اي حد راح يقيد مفيش قيد، ادفع اللي عندك اللي عندك. لسببين، لانه كان في مشاكل كتير في اللجنه الثلاثيه اللي فاتت، انه كان في بعض التقصير في جمع تحصيل هذه الفلوس.
السبب الثاني انا عايز اطلع فلوس هنا كمان انه الحكام ليهم شهر ونص، ففي ازمه ماليه طاحنه. هم بالنسبه لهم موقفين الموضوع خالص، القيد للانديه، كل الانديه هتلاقي ده ظهر الايام دي لان الناس مركزه في كاس الرابطه وكاس افريقيا، لكن الموضوع ده شغال حاليا على اساس انه اكرم توفيق ما فيش فلوس يبعتوها للنادي الاهلي او يحولوا الشيك بتاع العمليه، فهم موقفين كل حاجه خالص بالنسبه للانديه، بحيث ان انا هات فلوس عشان خاطر الدنيا. وده برضو كلام هنبقى نحتاجه الفتره اللي جايه، موضوع الخزنه ما فيهاش فلوس يعني. هات فلوس، هات فلوس، خد فلوس. انت عايز فلوس؟ لا لا، ما انا كمان عايز فلوس، كلنا عايزين. تعال ندور على حد احنا الاثنين دينا فلوس. اه ده حقيقي، ده اعظم في حصل. اه والله. ريم اتفضلي. الخبر الثاني عن عروض من التشيك ومن سلوفاكيا للاعيبه الاهلي، تحديدا لمحمد اشرف ولمحمد المغربي، لعيبه الشباب اللي شفناهم خلال المباريات اللي فاتت. محمد اشرف جاي له عرض من التشيك زي اللعيبه اللي احنا شفناها الثلاثه اللي كانوا راحوا من النادي الاهلي. أيوه. وسافروا دلوقتي، كان في ازمه طبعا الفتره اللي فاتت، وسافر اثنين منهم ولسه فاضل اللعيب الثالث هيسافر خلال الايام اللي جايه يعني. اللاعب محمد اشرف يعني هو الى حد ما لسه مش موافق قوي على العرض ده، لانه عنده عروض هنا في مصر داخليه، زي ما انت عارف كان عنده عرض من ايسترن كامباني قبل كده يعني، فهو لسه ما حسمش امره من ناحيه العرض ده. محمد المغربي عنده عرض من سلوفاكيا، اللاعب ما عندوش مشكله، هو عايز يطلع بره ويشوف الاحتكاك بره في اوروبا ويجرب تجربه الاحتراف بره، يشوف هتبقى عامله ازاي بالنسبه له، اللي هو تحدي جديد يعني. فدول عرضين خلال الفتره اللي جايه يعني، هنشوف هيتم حسمهم ازاي يعني. اتفضل يا استاذ احمد. 1 ابريل اللي جاي اتحاد الكره يطيح بفنجان. 1 ابريل؟ اشمعنى 1 ابريل؟ لانه هو الراجل عامل عقد، هو الراتب بتاعه مش كبير، بس هو عامل عقد ان انا لو همشي اخد بقيه عقدي. فخلاص اتحاد الكره قال لك نكمل لحد بعد، كانوا عايزين يمشوه قبل كده، بس قال لك طالما هيمشي وهياخد فلوسه فنسيبه قاعد لحد بعد الماتش بتاع كاس العالم اللي في شهر 3، وعلى 1 ابريل يبقى خلص السنه بتاعته ومع السلامه، لان هم اللجنه. هل هتحصل تجديدات تقصد؟ اه هيحصل تجديدات كتير داخل اتحاد الكوره يعني، هيحصل فيه شويه غربله حلوه واطاحات في معظم سواء اداريه او فنيه، ده هيحصل. ولكن بعد مباراه المنتخب في كاس العالم هيحصل اجتماع بعد البطوله، بعد ان شاء الله ربنا يكرمنا ونرجع بالبطوله، بعد البطوله هيحصل اجتماع داخل اتحاد الكوره، المكتب التنفيذي والكابتن محمد بركات والكابتن حازم امام عندهم تقرير بيعملوها، التقرير ده هتقدم لمجلس الاداره بحيث ان هم يتخذوا فيها قرارات، على راس هذه القرارات انه فنجاده خارج اتحاد الكوره في 1 ابريل. تفكير في حد مصري يبقى صغير في المكان ده ويكون دارس واعي، لان هم برضو ممكن يفكروا في الاجنبي بس حسب التشاور اللي هيتم وقتها. ده كلام عظيم، انما في اعاده هيكله للامور عايزين نقول. ماشي الكلام. استاذ ريهاب لسه في معلوماتي ولا نروح لوراء الخبر؟ لا لسه في معلوماتي. يلا اتفضل يا فندم. شفنا طبعا القميص الاول للنادي الاهلي والتاني نزلوا، كان في شويه قلت معاك خبر. عامل شغل جامد قوي، حلو جدا بصراحه، الاسود الاسود تصميمه حلو قوي، ديزاين كويس جدا. بالمناسبه ومناسبه القميص الجديد ده يعني، في شركه كبيره بتلبس انديه كبيره زي ريال مدريد والحاجات دي، وممكن تبقى موجوده في رعايه قميص الاهلي الموسم اللي جاي ان شاء الله يعني. والله ليه بقى؟ انا بقول لك عشان انا اللي بجيب التيشيرتات بتاعت الناس اللي بتكسب في الهاشتاج وبجيبها انا بدفع بنفسي انا بدفع فبروح اسالهم، فبيقولوا لي الاقبال كبير جدا، كبير جدا على التيشيرت الاسود، على التيشيرت الاسود يعني. بالظبط. على فكره اللي مصممهم صديق ليا يعني. والله لا، حاجه محترمه جدا. اتفضلي يا استاذ ريهام. اللون الثالث كان اتاجل شويه، انا كنت قلت معاك قبل كده في البرنامج بسبب ان في مشكله في الخامه بتاعته في اللون. الحقيقه ان القميص الثالث اتلغى تماما، مش هيظهر يعني، مش هيطلع للنور. الشركه طبعا خلاص عارفه ان ده اخر وقت ليها مع الاهلي، وفي شويه مشاكل وخلافات ما بينهم بسبب عدم التزام الشركه شويه في توريد ملابس الفريق وتاخير وحاجات كده، ف خلاص راح التيشيرت الثالث راح خلاص يعني. موجود فهو الاسود والاحمر بس هما اللي هيكونوا موجودين معانا. وفي كاس العالم للانديه؟ لا، كاس العالم للانديه التيشيرت زي ما هو، بس عليه راعي جديد، هو الراعي بتاع النادي الاهلي في الدوري، مقابل 10 مليون جنيه هيدفعوا على قسطين كمان. طب ده عظيم. اتفضل يا استاذ. على الموسم الجديد احنا لسه في معلوماتي. اخر حاجه معلوماتي على الموسم الجديد، لجنه الحكام ستنضم رسميا لرابطه الانديه كده، اتظبطت العمليه. عشان دي خوته بقى، اديك بقى شويه تفاصيل فيها. ناحيه واحده وخلاص يعني، بتتكلم بجد؟ لعده اسباب. بس ده اكيد يعني. اكيد. ما هو ده معلوماتي بقى. عبد الباسط بقى. لا ما انت عارف عبد الباسط بقى. عبد الباسط مش تهريج، هتقعد تسخني. لا ما هو هيلغوا القرار. لا اصل خد بالك، دي تظبط الدنيا. وليه ظبطتها برضه؟ عشان نوضح للناس، لجنه الحكام لما تكون تحت مظله الرابطه، الرابطه عمرها ما تطلع تقدر تقول لنادي ده انا الحكام مش تبعي، تبع الاتحاد. والاتحاد يطلع يقول للرابطه انا ما عنديش فلوس، ما تجيبوا فلوس من اللي انتم بتحصلوها من الانديه عشان احاسب الحكام. فالليله رايحه ايه؟ تايهه.
اولا هجيبها هنا، ثانيا التفكير انه يبقى خبير اجنبي هو رئيس اللجنه. ابعد بقى عن المصريين شويه، خبير اجنبي ابعد بقى عن المصريين شويه. ليه؟ والله وانت بتجيب حكام اجانب، انت لما تجيب خبير اجنبي هيقدر يعمل لك محاضرات وكورسات ويجيب ناس من بره تحاضر، بحيث ان انا ماتشات القمه اقدر اديرها بحكام مصريين، ويبقى في راجل قاعد موجود هنا الناس يعني مقتنعه بيه. التطوير للحكام ممنوع بقى، ده الكابتن عصام بيجامل الاهلي، ده بيجامل الزمالك، ده بيجامل معرفش مين، الكابتن جمال خلاص انت تبعد عن الموضوع ده. كمان تبقى تحت مظله الرابطه مع الوضع في الاعتبار انه ممكن يجيبوا حد من الحكام اللي كان موجود مثلا كابتن عصام او اي اسم من الاسماء، يبقى ممثل اتحاد الكره في الرابطه. فبالتبعية انا حتة الحكام جبتها هنا، بس جبت لها برضو حد معانا موجود داخل الرابطة يشرف عليها يشرف عليها، بس يكون عضو في الرابطة، عضو في الرابطة يقننوا الوضع بتاعه ان هو يبقى موجود في داخل الرابطة. فهم بيفكروا في ده. وكمان باكد انه الحكام برضو عشان ده الحكام بقالهم شهر ونص شهرين ما خدوش مرتباتهم، وده يعني ممكن تبقى بوادر ازمه، لازم ياخدوا هم فلوسهم. عشان ده دي رساله لازم اقولها على الهواء عشان الحكام بيشتكوا منها يعني. صحيح، ماشي. لسه في معلوماتي ولا ما وراء الخبر؟ لا ما وراء الخبر، يلا بينا. عمالين نسمع عن عروض كتير لعيبة الأهلي. حسين الشحات جاي له عرض، اتقال كتير أسماء كذا نادي تركي إن هم تقدموا بعروض رسمية لحسين الشحات. الكلام ده عاري تماما من الصحة يا إبراهيم. في شوية وكلاء بيجيبوا عروض من الخليج وعروض تانية من تركيا، بس مش عروض يعني مش نادي بعينه. احنا ممكن نجيب لك عرض من المكان كذا وتطلع فتح كلام يعني وتطلع برا، لكن وصول عرض رسمي او نادي بعينه اتكلم زي ما تم الكلام في الفترة اللي فاتت ده ما حصلش تماما. ما فيش اي نادي او اسم نادي معين. وبالمناسبه بقى انا هقول لك حاجه في الجزئيه دي، الجهاز الفني او النادي الاهلي تحديدا ما عندوش نيه ان هو يطلع اي لاعب من السكواد الاساسي للفريق في يناير خالص. ولا هيجيب احمد رفعت؟ ولا هيجيب احمد رفعت، باكد لك ان هو مش هيجيب احمد رفعت. مفيش كلام عنه؟ لا خالص. متاكد؟ طب هيجي يرجع محمد منعم؟ ما هو عايز، ما هو لو عايز يرجعه ما هو فيوتشر مش راضي يعني راضي. مش راضي، مش هيرجعه في نص الموسم. اخر السنه من حقهم ان هم يرجعوا، لكن في الوقت الحالي لا مش هيرجعوا. ما وراء الخبر؟ دعم المنتخب مصر طبعا، ان شاء الله وربنا يكرم، ان شاء الله يفوز بمباراه الونش وفتوح ان شاء الله يوم الاثنين. هيكونوا جاهزين طبيا بالشكل الامثل لمواجهه كوتيفوار. حلو قوي. يعني ان شاء الله هو القرار هيبقى فني، ولكن ان شاء الله الاثنين هيبقوا جاهزين طبيا يوم الاثنين لما يتم الاعلان عن هذا الامر يعني. فان شاء الله يبقوا جاهزين، وان شاء الله يبقوا بيشاركوا في التدريبات. ما انت بتعرف تقول اخبار حلوه. لا انا على طول بقول اخبار حلوه والله. بتعرف تقول اخبار حلوه؟ خد بالك، تعرف لما بقول خبر سلبي عشان مش عايزه يحصل. يعني بنور علاش ما يحصلش بيحصل. يعني انت فاهمني، انا خدوا الحته الخضراء اللي فيها مش هياكل معايا ولا مع اي حد والله، مش انت لوحدك يا ابراهيم. طلعني في دور محمود المليك دايما، بس انا اساسي طيب يعني. توفيق دقن. طيب ابدا ولا عمره حصل يا جماعه. طيب رهاب، عندك لسه حاجه؟ عندي الخبر اخر حاجه ومن هنا واخر حاجه من عند عبد الباسط. اتقال الكلام عن البنك الاهلي وبواليا. ايوه. ان هو هياخد مهاجم النادي الاهلي اللي فسخ ايه طبعا اعارته. هو في فعلا كلام ان البنك الاهلي فعلا عايز اللاعب، بس لسه ما فيش عرض رسمي. بس في مشكله اكبر ان اللاعب اساسا مش موجود في مصر. لسه موجود يعني، لسه بره مصر اصلا، ما جاش لحد اللحظه دي عشان ان هم يقدروا بقى يتعاقدوا معاه. يبقى يبقى في مفاوضات فعليه وخلاص بقى يلا تعالى. في تركيا ولا في بلده؟ لا ما عنديش معلومه تحديدا، بس هو مش موجود في مصر في الوقت الحالي خالص، ودي مشكله موقفه المفاوضات. ان انا يعني هتفاوض مع لاعب هو مش موجود في مصر. أنا ليه انا محترم قوي اللي اساله سؤال ما كنتش عنده معلومه اقول ما عنديش. ايوه طبعا، من قال لا اعلم فقد افتى. ده شيء عظيم جدا. هتقول لا اعلم في الخبر ده ولا ما عنديش خبر؟ انا بقول لك ما عنديش خبر خالص، بدل لا افتي ولا اعمل اي حاجه. لا اخر حاجه طبعا. اخر حاجه، الماتش اللي جاي هو الكابتن عصام الحضري هيبقى قاعد في المدرجات، مش هيقعد على الدكه لانه في زحمه في العدد. ووارد جدا نلاقي مدرب من المدربين المساعدين قاعد في المدرجات برضو. احنا بنقول الخبر لانه بيبقى في زحمه عشان ما حدش يقول ان في مشاكل او لا. الجهاز الفني في استقرار تام جدا بين الجهاز الفني، الراجل بياخد رايهم. ومن اول حلقه قلت لك ان الناس متوافقه ومتناسقه مع بعض، هي الناس بس عشان مثلا الكابتن شوقي بيوقف الكابتن ده بيقعد، لا خالص ما فيش اي كلام، وليهم راي وليهم قرار. فانا بس حبيت اوضح النقطه دي عشان ما يتبنيش عليها كلام بعد كده. صحيح. استاذ احمد بشكرك شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا كالعاده متالقه صديقتي العزيز. استاذه رهاب بشكرك شكرا جزيلا كالعاده متالقه صديقتي العزيزه، بشكرك شكرا جزيلا. احنا لسه متواصلين مع حضراتكم في حلقتنا النهارده من جمهور الثالثه. ما تنسوش الهاشتاج بتاعنا كلنا ورا منتخب مصر، ده الهاشتاج بتاعنا الاول. لما نرجع ان شاء الله باذن الله بعد الفاصل واحنا في فقره ملوك التحليل مع تامر بدوي وعمر عبد الله، هنقرا اكبر قدر ممكن من تعليقات حضراتكم الهاشتاج اللي بفضل تفاعلاتكم معاه وتفاعلات كل الزملاء في المواقع، موقع اليوم السابع وموقع كورة بلس وموقع
يلا كورة بفضل هذا التفاعل الكبير وبفضل تفاعلات حضراتكم قبل أي حاجة، هو دلوقتي رقم واحد في ترند تويتر على مصر. فاصل وبعد الفاصل مستمرين معاكم في أمسيتنا الكروية من جمهور التالتة.